أنا توقفت 5 سنين بالحبس بسحلي، وطلعت من الحبس لقيت بيتي رايح لأنه كان أجار قديم، وما لقيت مطرح أقعد فيه يعني نام فيه. كان في دركي معنا بالحبس خبرني عن الجمعية، وكانوا هن يجوا على الجمع على الحبس يعني يزورونا ويحكوا معنا اللي ما له حدا بيساعدوه وكذا. فقالوا لي إنه إذا بتحب تجي لعنا نحن بنساعدك ونوقف حدك. وجيت لهون أنا والحمد لله مشي الحال وبلشوا يساعدونا يعني. عبد أنت فلسطيني مقيم بلبنان، قديش صار لك بلبنان؟ خلقان بلبنان. خلقان بلبنان، وشو بتشتغل أنت عادة؟ أنا كنت أشتغل مثل نجار. شو بهم سنينك؟ مكسورين بالحبس. بالحبس؟ ضربوك؟ يعني فيك تقولي يعني. مين ضربك؟ معك بالحبس؟ والشباب يعني تبع التحرية. تحرية؟ ليه ضربوك؟ توقفت بقصة مخدرات. اوكي. ونمت 5 سنين. 5 سنين بالحبس؟ وانت كنت تتعاطى؟ كنت اتعاطى بس ما كنت روج اكيد يعني. ايه كنت تتعاطى انت وهلا شو؟ هلا وقفت. تعالجت؟ تعالجت. الحمد لله الفضل بالفضل بيعود للمركز يعني. ايه والجمعية هي اللي ساعدتك انك انت وقفت على رجلي من هيدا هالمادة. اللي شهر تقريبا. بس كمان الفضل لإلك عبد، لأنه أنت أخذت قرار بنهار يعني بعد شهرين ما طلعت من السجن، وقتا شفت حالك أنه معقول تكون على الطريق اللي ما بيسوى دغري اتصلت بناس وقلت لهم وين فيني خلص حالي. فأنت كان قرارك كتير كتير قوي. عبد ما تعاطى كتير بحياته. عبد من ابن 10 سنين شو كنت تعمل عبد؟ خبرني عبد، هذا بدي اقول لك انت كيف يعني كيف تركت بيت اهلك؟ شو صار معك؟ انا ما تركت بيت اهلي، في بقي بي وامي يعني. بي متوفي من حرب 82 يعني. نعم. ما بعرف عنه شيء. وامي توفت كان عمري تقريبا 15 سنه. توفيت؟ ايه. كيف؟ توفت بالسرطان. وما بقى لي حدا. وصرت لوحدك ما عندك قرايب؟ ما عندي حدا. وقت ما صار عمري 15 تقريبا توفت الوالده، ما كان عندي غيرها يعني، وصرت عايش لحالي اشتغل واصرف على حالي، اعتمدت على حالي من انا وصغير. لا تقريبا صار عمري شيء 26 سنه صارت معي هاي الحادثه، حادثه مخدرات يعني. توقفت 5 سنين وجيت على هذا البيت. صرت مضطر انت بعمر 10 سنين انك تشتغل لحتى تصرف على حالك. تصرف على حالك. شو اشتغلت اول شيء؟ على امه للسرطان. لأنه أول شيء اشتغل كان عمره 15 وبالعشرة بلش. ما هذا اللي عم بسأله، هذا اللي عم بسأله. بعشر سنين شو بلشت تشتغل؟ اشتغل شغلات صغيرة يعني، بمكتب بودي كتب، بجيب كتب، فرن، ما خليت شغلة ما اشتغلت، دهان مدهان كذا. ايه. عتالي. ليش ما كنت تستمر؟ ما كنت أقدر، ضاين لأنه لحالي يعني ما في حدا يدعمني. كنت تاخذ مصاري لحتى تقدر تعالج امك يلي هي بالاخر توفت. انا عمري كان عمرك 15 سنه تقريبا. من بعد ما توفت شو صار بحياتك؟ من وقت ما توفت خلص تشردت يعني، فيك تقولي انه تشردت. معش ما بقيت بنفس البيت تبع اهلك؟ لا طلعونا منه. شحطوك لانه اجار قديم وهالاخبار صح؟ وصلت هالجمعية بأي طريقة؟ في شاب صاحبي يعني كان معي بالحبس، قال لي إذا طلعت من الحبس وما في مطرح تروح عليه في جمعية بتقدر تساعدك. جيت على الجمعية وشرحت الوضع يعني، قلت لهم أنا وضعي 1 2 3، ووقفوا حدي والحمد لله وقفت على رجلي وبلشت أشتغل. شو عم تشتغل هلا؟ عم أشتغل بالأرض فوق بعبدال. تشتغل بالأرض تزرع وهيك؟ حلو، قد إيه حلو إنك تشتغل بالأرض؟ هيك سليم تحس انت بس انا احب اشتغل شغلي يعني انا بحبها. شو؟ الفرن. قلت له انا عم اعمل تعملنا من ايش طيبه يعني ان شاء الله وخلص طيب اذا زبط. انت ومحمد رح تشتغلوا مع بعض؟ هلا في هو عنده مهنة فرن خبز وانا كنت اشتغلت فيه قبل هالمره وهو اشتغل فيه. كنا متفقين انه نتعلم على المناقيش لان في عندنا
مشتغل مثلنا شوية خبرة، هو عنده أكتر مصلحتي الفرن وشغلي طبعاً. إذا أنت ما حبيتها ما حتكفي فيها يعني. هذه الشغلة أنا كتير بحبها، كرمال هيك حب اشتغلها وإن شاء الله ينفتح المحل وعلى الله. لقيته دبشته؟ لقيته وين المحل يلي ممكن تستأجروه؟ ما لحتى ناخد قرار. طب أنت بدك تاخدوا قرار، خدوا قرار. اعتبري أخذنا قرار. باقي لالله، عم بقول لك سبقتك، اترك الباقي لالله. اعتبريني أخذت قرار. أخذت قرار؟ أوكي. أنا باخذ قرار، باخذ قرار. عم كيف بدنا هلا نساعدهم لنلاقوا محل؟ هلا إيه عم نفتش على محل، نحن رح نبلش من البيت من هون، في حوالينا ناس. أوكي. بلشنا جبنا شو اسمه هيدا؟ ساج. ساج. محمد عم بيتعلم على الساج هلا. اوكي. عبد بيعرف، بس بدنا نجيب كمان فرن لنعمل بيتزا وهيك ونبلش كاتريتور اذا بدك. ست جورجيت موجوده هون، هي خبيره بالموضوع، هي المعلمه. انت عم تساعديهم و... ايه اوكي. ايه خي خي. ايه حلو. فهي رح تعلمهم. جورجيت اللي عندك ولاد؟ خمس أولاد. خمس أولاد؟ نعم، وخمس أحفاد كمان تيتا أمام طايم. أوكي. وليش عندك هالإحساس بالأمومة تجاههم للشباب؟ لأنه فعلا أنا بحب، هي رسالة نعمة من ربي أني ساعد هيك أشخاص، لأنه أولادي أنا من غير شر كمان ربيتهم وكبروا، والصغيري صار عمره 24 سنة، أصبح فيي أنطلق على محل بحاجة لإلي، بحاجة أني انا ساعد بهالمجتمع اكثر ما هو للاشياء. من وين بيجي هالمساعده جورجيت؟ يعني احساسك بالمساعده كيف تنمى عندك؟ هل يا ترى هو ايمان ولا هو انسانيه ولا هو شو؟ اكيد ايمان، ايمان بربي، اكيد اكيد ايمان بربي وبالرساله بهالمجتمع. الواحد كمان كل ما عمل منيح بهالارض يبقى عنده مزدخرات لاخرته. مزبوط. هلا انا نحن عندنا كادو من بلا حدود للشباب، هو طبعا رمزي، ويا ريت نقدر نعمل اكثر، وان شاء الله العالم الطيبه يلي عم تسمعنا وعم بتشوفنا اليوم تقدر تساعد هيدي الجمعيه لحتى هالشباب ينطلقوا اكثر بطموح اكبر. نحن حبينا نجيب لهم طبعا اهم شيء من الشغل شو نطلع، شو مصاري، ولحتى نطلع المصاري ونحافظ عليهم لازم يكون في كاس حتى هن يعرفوا يتعلموا كيف يسكروا ويعرفوا حساباتهم مظبوط. فهنا احنا حبينا انه نقدم الكاس للشباب. وبالنسبه للفرن والاشياء اللي صايره بحب انه نضلنا نحن يعني فهمانين شو عم بيصير، تحطينا دائما بالجو بركي بنقدر كمان نحن نساعد. اوكي ميرسي بوكو. ومثل وعدتنا مدام سيرين انه بدها تفتح لنا فرن، هي سالتنا شو بتحبوا تشتغلوا، قلت لها انا مستحتي فرن. قالت لي انه اذا فتحنا لك فرن بتقعد بيمشي الحال تشتغل؟ قلت لها انا ايه. قالت لي انا حساعدك قد ما في انا والبرنامج انا نفتح هذا الفرن، ومتكلين على الله وعلي ان شاء الله. قبل ما اقول لكم باي، انا عندي هيك سوربريز لكم، ما رح اقول لكم عنها هلا، رح اقول لكم عنها بالمكان نفسه، بس بدي اياكم تقوموا معي. اوكي يلا، انا بدي اخذهم منك شيء نص ساعه ساعه رجالي. مين بدي يروح معنا؟ يلا ست جورجيت رح تروح معكم للمعلمة. يلا تفضلي تفضلي. جمعت بلشت لقعدشون للولاد وأنا كبرت عليهم، فأنا أكيد إنه رح ينبسطوا فيهم كتير. منيحة. أنا جايبة أشياء خارج بنات، ففي وزع دولي أمون. شوفي تعرفي على البنات اللي عنا وعجنيلتنا، أهلا وسهلا فيكي. تفضلي حبيبتي، فينا نجمع البنات كلهم لهون؟ الشباب بارد. كلودين
تعالوا شوفوا هلا ميشيلا شو جايبت لكم. بس البنات، البنات بس. ايه البنات بس. بدك تاخذي هاي؟ قولي لها ميرسي، كثير حلوين. يا ميرسي. بدك هاي؟ يا ميرسي. تكرمي. يلا كلكم قولوا لها ميرسي لميشيلا. هاي؟ لا ماي اتصابت. اياها. هاي؟ هاي؟ ميشيلا. لحتى انت تنقي اغراضك، شو بدك للشباب بالسوبر ماركت. ايه. ونحن كل شيء علينا طبعا. الله يخليك. شو بدك اغراض؟ رح انزل هيك شوي معكم لانه انا كمان بعد عندي تصوير وعندي تليفون ضروري لازم اعمله كمان للشباب، هلا بخبرك عنه. ايه. بدي احكي مع حدا يعمل لهم لوجو، يعمل لهم المنيو يعني. حلو. عرفتي للهيدا. ايه. بدي احكي معهم هلا، بدي اطلع لبرا. ايه. وشغله ثانيه، رح انزل شوي معكم تنقوا الاغراض، رح اترككم وفل واتكل عليك يا دلي، انا بخاف منه هيدا. شوبك تفضلوا. بناخذ ملعقه للزعتر، ملعقه خشب، بناخذ لوحه للقص. ايه مصفيه. ايه. وبناخذ كمان شو كمان قلنا من هون. ايه عندنا ما في ايد خشب. ايه خديها هيدا. اوكي. ايه وشوك وسكيكي. شوك وسكيكي. ايه. طيب حبيبتي انا وما برشي هيدي. ايه. انا رح روح اعمل تليفون قلت لك عنه. اوكي. اوكي رح اتكل عليك. اوكي يا قلبي. ومساري صاروا متعة الهم على الكاس. اوكي يا قلبي. اوكي. بسلم ايديكم، يعطيكم الف عافية. باي. بنشوفكم قريبا ما نروح ناكل، نعيش من عندكم. والله انا ناطرتكم. والله ست سارين. ايه. انا ناطرتكم.